ازيكم يا صحابي؟ انا اسمي يحيى احمد زكريا من جروب سكراتش 3. بقدم لكم لعبه اسمها اونفيد جمع الكور. تعالوا نشوف مع بعض. ادوات كده دستران، ادوات كده بحرك بالاسهم. ماشي، هو كده بياكل كل الكور. الخلفيه دي دوسنا عليها نجيب تاب، وبعدين عملت الشكل ده كله ماشي من المربع ده، وعملت وغيرت الوان ده وده. جبت الانفيد ده منين؟ جبته من الشخصيات من هنا. عاوزه يرجع لنفس المكان هنا. نجيب ايفنتس، وبعدين نجيب اول امر، وبعدين نجيب موشن، وبعدين نجيب الامر ده، ندوس ستوب، وبعدين ندوس رن تاني. حصل ايه؟ بدل ما كان واقف هنا رجع مكانه. عاوز اعمل حركات الانفض بالظبط. اجيب ايفنتس، وبعدين اجيب تاني امر، واجيب وادوس على الحته دي بالظبط، واجيب رايت ارو، اجيب بوينتين دايركشن. بوينتين دايركشن دي يعني معناها ايه؟ ان عاوز يظبط اتجاه الانفض. ماشي، موف دي يعني حركه الانفض. ماشي، جبت بوينتين دايركشن، بعدين جبت موف ماشي، واجيب لوكس. نيكست كاستم، نيكست كاستم دي عباره عن عاوزه تبين حركات الانفض وهو بيمشي. تعالوا بقى نروح لموشن، نجيب اف اون ايدج. اف اون ايدج عشان اخليه ما يطلعش بره الاطار بتاع اللعبه بتاعتي. نكرر ده في اليمين وشمال وفوق وتحت. بس البوينت ان دايركشن دي اللي تحت اللي تحت اللي تحت واللي فوق، دول مش هنعملهم بوينت ان دايركشن 90، هنعملهم زيرو. ماشي، وبوينت ان دايركشن داون دي هنعملها 180. ماشي، نروح بقى لكود الكور. ماشي، نجيب ايفنتس ماشي، اهي، بعدين نجيب بلوكس، نديله شو ماشي، بعدين اجيب كنترول، اجيب الامر ده ويت انتل ماشي، اروح على سين سينك، اجيب اول امر ده، واجيب اسم الانفيد اهو تالت واحد ماشي، وبعدين ارجع لي لوكس تاني واديله هايد، ونبقى خلصنا. تعالوا بقى نبص كده، دوسنا ران، هو دلوقتي كده بياكل كل الكور. واشوفكم على خير المرة الجاية.